العراق. بعد رفعها هذا العام الصبات الكونكريتية من جديد تغلق بعض الشوارع إلى وظائفهم وأعمالهم بكتل خرسانية وعوائق أخرى تقطع شوارع رئيسية في بغداد، ما تسبب بزحام مروري شديد. أفاد شهود عيان بأن جميع المداخل الرئيسية للطرق السريعة وطريق قناة الجيش في جنوب بغداد وشمالها والمداخل الفرعية للطريقين حول العاصمة أغلقت بكتل خرسانية وعوائق أخرى تمنع مرور السيارات.